انا احباب نطلب من الله العلي القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. بصراحه شي تشوف هذه الايام هذه يعني بزاف الجزائر عيقات بزاف سيرتو الاعلام ديالها بلا ما نهضروا على دوك الكابرانات الدوله تا هما كذلك اللي ما عارفين باغيين يوصلوا في هذا الصراع ديالهم مع المغرب. المغرب راه في الصحراء ديالو، الصحراء راه مغربيه، طيروا وتنزلوا راه تبقى دائما مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اللي خصكم تعرفوا ان المغرب راه ما ديالكمش في بالو، راه من عهد الحسن الثاني رحمه الله اللي غادي تشوفوا معايا واحد الفيديو اللي تتكلم فيه يعني انت بغيتوا ديروا عقلكم. واش ما بغيتوش ديروا عقلكم الكابرانات والصحافه ديال الجزائر ما غاديروش عقلكم؟ امتى غاديروا عقلكم؟ ما نطولش عليكم اخوت الحسن الثاني رحمه الله، اسمعوا كيفاش يتكلم واش قال. L'adversaire véritable n'est pas celui que nous combattons. L'adversaire véritable n'est pas le président Chadli ou l'ANP. Ce sont des moyens logistiques qui sont mis à disposition du Polisario. Ce ne sont pas les dollars de Kadhafi qui apportent l'armement quand on veut et comme on veut. Nous sommes en train de nous battre pour défendre une fenêtre africaine et pour défendre une région d'une certaine idéologie. Et il est inimaginable que le Maroc puisse à la fois faire la jonction par le tunnel de Gibraltar entre l'Europe et l'Afrique et à la fois accepter d'être colonisé intellectuellement et politiquement. Nous pouvons être le carrefour, nous ne pouvons être le trait d'union entre l'Orient, l'Occident, le Nord et le Sud que si nous restons marocains, authentiquement marocains, c'est-à-dire libres et aimant vivre en liberté. Voilà la véritable guerre que nous menons. La France n'est pas concernée par cette affaire. Elle n'a jamais colonisé ni occupé cette partie du Sahara. C'est l'Espagne, par contre, qui est responsable en grande partie de tout le sang qui coule actuellement. سمعتوا مزيان اش قال؟ يعني راه نتوما ما كاينينش في الخريطه ديال المغرب، يعني المغرب راه ما معتبركمش اعداء، نتوما اللي تتنقزوا ودايرين المغرب هو العدو واللدو ديالكم. راه المغرب شحال هذه قلنا لكم راه ما مسوقكمش وماشي نتوما هما الاعداء ديالو. المغرب باغي ينهي ديك المشكل ديال الصحراء لان الصحراء مغربيه، وهادشي راه التاريخ شاهد على هاد المسائل هادي. لا داعي انني نبقى نتكلم فيه لانه تكلموا فيه بزاف ديال الناس، حتى الملك الحالي دابا اللي كاين دابا محمد السادس ابن الحسن الثاني رحمه الله يعني تا هو مد لكم يديه ودائما كان تينادي في اي خطاب تينادي باننا نساو هادشي ديال الماضي ونبداو صفحه جديده معاكم، ولكن للاسف لا ما كاين حتى شي اذان صاغيه. ما عرفتش عندكم ما عرفتش عندكم في ودنكم ما عرفتش فين باغيين توصلوا مع المغرب. جدد الدعوه الصادقه لاشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من اجل بناء علاقات ثنائيه اساسها الثقه والحوار وحسن الجوار. ان الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبينا وغير مقبولة من طرف العديد من الدول. فقناعتي أن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين. هذاك الدراجي ولا سميتو بصراحة أنا ما تنحملكش والله العظيم ما تنحملكش وما تتعجبنيش صراحة كصحافي أنا ما تتعجبنيش. المهم هذا رأيي ديالي أنا شخصي في داكشي اللي تقال فيك. أما المرأة المغربية راه بزاف عليك ولا داعي أننا نتكلموا على المرأة المغربية. شكون هي المرأة المغربية؟ تفرج تفرج شكون هي.
طلع برهوش في نظر جميع المغاربه، يعني راه لا علاقه لك بالصحافه. تعلم الصحفيين المغاربه كيفاش يهضروا، اللباقه ديالهم في الكلام، عوضيه هاد الصحفي يعني تكون يعني واحد الجسر ديال التواصل وديال الاخاء ما بين شعوب، تزيدوا في التفرقه وتزيدوا في يعني اشعال النار ديال الفتنه ما بين الشعوب. هذا ما كان اخوتي في هذا الفيديو، هذا نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.